السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين. اليوم في واحد شكله خطفني ويسوي نفسه انه ابويا، ولازم اسمع كلامه عشان ما يقتلني. اتوقع انكم عرفتوا عن ايش كانت اتكلم. اتكلم عن الوير ستريك داد، لعبة مرة منتشرة الحين في روبلوكس. اتمنى انكم تستمتعوا معايا في اللعبة دي. وقبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا هدفنا انه نوصل 250 الف مشترك. نبغاكم كلكم تساعدونا في هذا الموضوع، لانه طبعا الموضوع جدا مهم بالنسبة لي. فمن دون نطول عليكم، خوش على المقطع على طول. ولا خشانة فلاش لايت. كيف اضغط فلاش لايت؟ اوكي. هلا ابوي، تخيل انا واحد مع بسم الله الرحمن الرحيم. قفل قراش. اوكي كنترول. اوكي طبق على الوالد. بس اوكي سبرنت شيفت. اوكي خشينا البيت. يقول لك كلين تراش انسايد، نظف الزبايل حقتنا. نظفنا. اوكي نايس. هذا هنا ابوي مليونير، عنده مليونيز. ليتس جو. اخيرا ساعيش حياة البيسس الغنية. والله مو لازم اعيشها صح؟ الحمد لله على كل حال. برضو عندنا مونوليزا في البيت. والله واحد الحين عند اخويانا في المدرسة. والله عندنا مونوليزا. اعطاه يا ابوي، اعطاه. عاد اخذها معاي المدرسة، والله حيضربني بعدين. خلاص امسك. واو ابوي يشبه مونجز. نايس. طيب يمدينا نروح فوق. في حاجة هنا 30. ايش هذه؟ جنريتر. واو فيها جنريتر، يعني في كهرباء حتنطفي، روح ابيع بنزين والى اخره يعني. اوكي هذه المهمة انا اعرفها. ليش؟ هذه المهمة عشان يوريك مكان او البيت كامل، انه في هنا وفي هنا وفي غرف هنا، عشان لما تيجي تتدسى تعرف وين تروح. يعني نشوف زي الحمام ده، ناخذ لنا شاور على السريع. مويه متجمده، ناخذ الزباله دي. اخر واحده الظاهر. الابو فين؟ والله ما ادري فين الابو، بس خلينا نروح المطبخ. المطبخ هنا. اوكي الابو مستنين هنا. فين النودلز؟ فين اطبخها هنا؟ اوكي قاعدين نطبخها. اول واحده للوالد. يعطيك العافيه، عشان بس عشان عنده مونوليزا، والله غير كذا ما طبخت له. المطبخه الثانيه. هنا ايوه سوي حط حقتي هنا. ريفيل ذا جنريتر. من فين عبي؟ اوكي هنا هذه. اوكي معلش. المفروض اشيلها معايا. يا سلام. اي وندر هوز نوكينج اوتسايد. اوكي يقول مين اللي قاعد يخبط الباب؟ مين؟ بيروح برا عشان يشوف. ايوه روح. يقول بدنا نتفرج تلفزيون. ليتس جو. يقول لك اهم شيء انكم تكونوا نايمين الساعة 10. اوكي ابشر ابشر من عيوني يا ابوي. والداد ويل بي. ولا حعصب. لا ما نبغاك عصب. انا حطلع الساعة 10 انام. انا اتفرج تلفزيون. لا خلينا نطلع فوق. في كاميرات في البيت كامل. ما ادري. turn on the air conditioner. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش اقفل كل الانوار اللي في البيت؟ وات؟ هذه خليها اخر واحدة. تعرف لما تكون في المطبخ وتجري يعني زي كذا. شوف. هذه دائما اسويها انا في الحقيقة. طفي نور واجري. اوكي. جمع السمنة في الحقيقة. طفي النور ذا. قفل الباب. اوكي السلام. turn on TV up downstairs using the. ليش قولي ليش. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هذا. اكزت. انا نايم. ما يصح، ما حاخرج. ما حتحرك. اوكي صوت الكلب حلو. هذا لسه ما جاء. كنا طولنا واحنا قاعدين نستناه. قاعد يشيك. ايش حيسوي ذا مجنون؟ يقول لك كراوش از سيفر ذان ووكينج. لما اكون نايم اسوي كراوش. اوكي ليب تو فيل انرجي.
people. Okay. بابا اوكي نايم مالي لا 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 تقول يصحى فجأة. الو انا دحين كيف اصحى؟ انا ميت. اوه اتوقع انه اذا هذا اتغلق حموت. ياب ينام ويصحى فجأة. اتوقع انه لازم اخرج من اللعبة وادخل مرة ثانية. 5 minutes later. وصلنا البيت من جديد. ليتس جو. اهو سهل اهو سهل. خلينا ننظف. المفروض يا اخي خلونا نشيل اللوحة حقت الموناليزا. راح اوديها لاخوياني في المدرسة يا. ما ينفع تهايط ونقول انه عندنا موناليزا في البيت. ولا شكله طبعها من الطابعة يحسب انها اصلية. شوف الرسمة حقيقية يا اخي. انا ما ادري عنها. انت كيف حالك؟ انت كويس؟ اي يمديني اشرب موية من هنا. اوكي الحين نسوي نودلز مرة ثانية. ليتس جو. انا دحين برضه حسوي لك هي عشان معاك موناليزا. غير كذا معليش يعني ما حسوي لك اندومي. اندومي يشبه حقه مشبه مشبك. اللي يعرف الاكلة اللي اسمها مشبك يقول لنا. هي مو اكلة حالة اكثر من انها اكلة. نجلس هنا. سلام. ريفل ذا جنريتر. اوكي نروح ذا جنريتر ناخذ لنا واحد من ذا. يعطيك العافية حبيبي يعطيك العافية. يلا روح نشوف من عند الباب. الحين نروح نتفرج هنا صح؟ لا ما بسليم. ايوه يعني نفس الرجل الشرير ذا قاعد يتكلم من اول. هذا يقول انت كيف حالك طيب ايش اخبارك؟ والله انا الحمد لله انا بخير. عمرك شفت خلاص ايش عندك ايش طبخت اليوم؟ هذا يقول له والله ولدي طبخ لي اندومي ويعني وعندنا موناليزا في البيت فضحنا فاهم؟ حسبنا دحين هذا يحسبنا اغنياء. عندكم موناليزا في البيت؟ شوف قاعد يحرك يده. ايوه عندنا موناليزا في البيت والله العظيم يا ولد اشتريتها ب 15 مليون دولار. اوه 15 مليون دولار. ايش قاعد اسوي سيناريو؟ والله بس شكله هو يجري في البيت يخوف. هي خلينا نشوف ايش في كاميرا. اوه في كاميرا ثانية. انا هنا في هذه الغرفة. وهنا اخوي يخش هنا. هذه السيارة حقتنا. واو سيارتنا خشب. هاي هذا طول ما قتله. خلاص غلقت الهروج فاهم قاعدين يطالعوا في بعض. بس دي المرة بنام هنا عشان اشوفه هو يجي في النص كذا بشوف كيف اطول مني ولا اكثر مني. اوه اوه خش 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 خش. انا قلت هذه اوكي طفي فلاش. طيب راح ودحين نايم. كيف اشوف الجنريتر كم باقي له؟ 22. بسرعة بسرعة. اشوف الجنريتر. او ماي جاد. ووه. كان موتني. طب ايه يسوي ده هو جالس عندي طول الوقت؟ اخ انا قاعد ادمج. وات يا ما فهمت ايش اسوي في الاكسجين ده. One hour later. اوكي دحين احنا في المرة المدري كم نظفت البيت تقريبا بقينا يمكن تبر واحدة انتم بكرامة. طيب هذه المرة انا راسي خطة يعني كويسة تمام. بعد ما يقول لي سوي نودلز اوكي يعني انا دحين بسوي له حبتين نودلز. هذه حقته هنطبخها ونغلقها. اوكي خلقناها نحط له هي هنا وهنسوي حقتنا. اخر الليل يقول لنا سرفايف ذا نايت يعني او حاول انك تصمل ما تموت. اوكي فاحنا ايش حنسوي عشان نصمل ما نموت؟ بحاول اطبخ لي ريفل ذا جنريتر. اوكي معليش حاول اطبخ اكل كثير. ايوه هنا اطبخ لي هنا حبه. هذه واحده
بحاول اطبخ على قد ما اقدر. هنا الثانية اسحب على الكلام حقه ما منه فايدة. قاعد اطبخ وما في نودلز. حطها هنا، نحط اخر واحدة هنا. دقيقة لازم اشيل هذه واحدة هنا. ما بقدر احطها هنا، والله ما ادري احطها، خلاص بشيلها معايا. طيب ناخذ لنا كاسة موية نحطها مع الاحتياط، ونروح الغرفة حقتنا دحين. نسوي كذا، نطفي كل الانوار اللي في البيت. طيب عشان الجنريتر اتوقع انه لازم نطفي كل الانوار ونخليها مطفية. اوه ماي جاد، معلش نخلي كل الاطفال الانوار مطفية، ما نشغلها ابدا عشان الجنريتر. صح ان الوضع حيصير يخوف، بس ايش نسوي عاد؟ الغرفة اللي هناك هنا نروح اتفرج تلفزيون. كان من هنا بدي اشوف الجنريتر كم النسبة حقته. الحين هو قاعد يقول لنا انه في واحد غريب جنب يجيكم عند الباب، ما نعرف ايش. يمكن اشوفه من هنا. اي والله اشوفه من هناك. شيك عليه من الكاميرا، هو انه حيقتله. يس انا نروح ننام. اوكي جاء. طيب اوكي بروح اشيك على الجنريتر كم موصل. 94. سربنا مويه. جاء 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 جاء، ان شاء الله ما يموتنا. ما حقوم الا ما تروح العلامه دي. اوكي كذا. ما تقول لي ما بدينا اكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت اثنين. اشوف. ايش رد؟ اكلنا الحين عندنا. نروح نخرج نشرب مويه، بس خليه يخرج الحيوان ده. اي نام. اوكي نروح نشرب مويه، نروح نشرب مويه، نروح نشرب مويه. مرة واحدة نشيك على. ما يحتاج كم على الجنريتر؟ 60%. كان المفروض نروح اكل صدقوا. الحين خايف اني اروح اكل اموت. الحين بيصحى هو. كم الجنريتر؟ 49. لا ودي اروح اصلح الجنريتر، بس عارف انه حيصحى دحين. بسرعة بسرعة بسرعة. المفروض اني اروح اكل. ايوه جا 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 جا. اوكي دحين كده كويس. هيمدي اروح اكل. كويس اني عبيت الجنريتر. اوكي انا خوفي دحين انه يصحى بسرعة. نوخر عنه كذا، ناكل ونرجع فوق ونجري مع الدرج. عبينا مويه نشربها ونعبي مويه مرة ثانية كذا. جا 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 جا. بسم الله. اوكي نايس. كم صار على الجنريتر؟ الجنريتر صار 66. طيب خلي اعبيها اخر شيء. تمام هو يا رب انه يصحى دحين. دعوتي مستجابة. انا لسه نايم يا غبي. خير اسمع صوتي. هاي روح 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 نام، روح نام يا غبي. روح ناكل يلا نام. ايوه سلام. كم هذا؟ خلك نايم، بس خلك نايم. نروح ناكل. ابي مويه. 53 مدري 63 ما ادري، بس خلاص انا الحين انام.
ما ادري اجلس للساعة كم او ايش اسوي، ما ادري. اهم شيء ان انا عايش لين دحين، هذا اهم شيء. اوه لا 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 لا، فينو فينو؟ وات؟ راح اكل احتياط. وست وست ولا مت؟ ساعة ستة. ايوه وست، انا ما فزت. ايوه ليتس ايت شال وي. اوكي ايش صار لك امس يا ابويا؟ اوه في واحد اثر عليه. يس كده نو ليتس براي فور وي ايت. انا قلت اكلت والله، بس الحمد لله الحمد لله. ايوه اوه يعني لسه مأثر عليه. يس فزنا في اللعبة. كده نقدر نقول انه وصلنا نهاية المقطع. اتمنى ان المقطع عجبكم ونال ارضاكم. اذا كنتوا تبغوا حلقات من روبلوكس واشياء حلوة كذا، اكتبوا لي مابات ثانية تحت في الكومنتات عشان نلعبها ونشوفها مع بعض. لكن في الوقت الحالي نقدر نقول لكم مع السلامة، ونشوفكم ان شاء الله بإذن الله في الحلقة الجاية. يلا مع السلامة.